هنتكلم في المحاضرة دي عن دور الاقتصادي للحكومة، بمعنى هل معنى إن إحنا بنتجه للنظام الرأسمالي أو أغلب الدول بتتجه للنظام الرأسمالي إن خلاص الحكومة ملهاش دور؟ طيب لو الحكومة ليها دور، إيه الدور اللي المفروض تعمله في ظل النظام الرأسمالي؟ لما نيجي نتكلم عن الدور الاقتصادي للحكومة بنقول إن النظام الرأسمالي أو قوى السوق ما هيش مثالية، ليها عيوب أو ليها مساوئ، قد ينتج احتكار، قد ينتج تلوث للبيئة، قد ينتج عدم عدالة في توزيع الدخل. دور الحكومة إنها تتدخل في النشاط الاقتصادي، قد تتدخل بامتلاك بعض المشروعات أو إدارتها، تتدخل باستخدام السياسات الاقتصادية، تتدخل بفرض الضرائب أو تقديم الدعم. إذا المفروض إن الدولة تتدخل كمنتج أم تتدخل كمراقب ومنظم؟ طبعا الإجابة كمراقب ومنظم، وإن كان ده لا يمنع من دخولها في الإنتاج في بعض المشروعات. لما نيجي نتكلم على وظائف الحكومة، المطلوب منها إيه؟ أول وظيفة مطلوبة من الحكومة هي تحقيق الاستقرار الكلي، وده سبق اتكلمنا فيه باستخدام السياسات النقدية والمالية. الوظيفة الثانية هي تحقيق النمو الاقتصادي. الوظيفة الثالثة هي تحقيق العدالة. الوظيفة الرابعة هي تحقيق الكفاءة الاقتصادية. نتيجة غياب التكامل بين التدخل الحكومي وبين آليات السوق، حصل حاجة اسمها الفشل الحكومي والسوق. يعني إيه فشل حكومي؟ يعني في دور مطلوب من الحكومة للتأثير أو لكبح الآثار السلبية لآليات السوق. قد يتساءل البعض إيه مظاهر الفشل الحكومي؟ ده عبارة عن مظاهر لبعض الإخفاق في أداء الحكومات، حدوث احتكار، عدم كفاية الخدمات العامة، ظهور الفساد، عدم العدالة، الفقر. دي مظاهر للفشل الحكومي. ما هو السبب لهذا الفشل؟ لأن مفيش تصور واضح لدور الدولة في ظل التحول نحو اقتصاديات السوق، بالإضافة إلى وجود تلازم في بعض الفترات بين صناع السياسة وجماعات المصالح مما أضر بآليات السوق. وبالتالي بيثار تساؤل، ما هو إطار التدخل الحكومي الكفء؟ عندنا 3 محاور، ماذا يجب على الدولة أن تفعل أو مواطن التدخل؟ كيف تقوم الدولة بالتدخل أو آليات التدخل؟ البعد المؤسسي لآليات التدخل أو كيفية صنع القرار؟ مواطن التدخل يعني إيه أهم الجوانب اللي ممكن الدولة تتدخل فيه؟ أهمها هي توفير البنية الأساسية، توفير مؤسسات تدعم دور السوق، الشفافية، تحقيق عدالة توزيع الدخل. كيفية التدخل: تدخل الدولة بيحتاج تنسيق مع القطاع الخاص، بيحتاج إن إحنا نشجع القرارات الحكومية اللي بتفيد المنافسة ونحد من القرارات اللي بتقيد المنافسة، يبقى في توازن ما بين أصحاب الخبرة وأصحاب القرار، نقلل تدخل الحكومة في المجالات التي تجرد فيها المصالح الشخصية. البعد الثالث كيفية صنع القرار أو البعد المؤسسي. عشان نقدر نحقق ده في أساليب كتير، منها المزايدات والمناقصات، تقوية واستقلال أجهزة الرقابة، عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أو استخدام عقود الأداء. من العرض اللي احنا بنقوله ده إن السوق ليس بديل للدولة والدولة ليست بديل للسوق، ولكن علينا ان احنا ندور ازاي نعالج الفشل السوقي وازاي نقلل صور الفشل الحكومي، وندرك جيدا علاقات التشابك بين التدخل الحكومي وآليات السوق واستخدام السياسات الاقتصادية. مطروح للبحث طبقا للكلام ده ان انا عايز اعرف دور الدولة خلال ال10 سنوات السابقة. طب من بقى تبحث لي انت ده؟ عشان تبحث لي في الكلام ده يبقى انت لازم تشوف لي عجز الموازنة العامة خلال 10 سنين،
في نفس الوقت تشوفي حجم الإعلانات، حجم الضرائب، تقسيم الضرائب لمباشرة وغير مباشرة خلال الفترة اللي فاتت اللي هي ال10 سنوات، وبعدين تبتدي تقولي هو دور الدولة بيتزايد ولا بيتراجع؟ الإنفاق على الجانب الاجتماعي بيتزايد ولا بيتراجع؟ الإنفاق على التعليم، الصحة، على كافة الجوانب اللي بتمس المواطن. بمعنى أدق، إحنا عايزين نعمل تحليل لبنود الموازنة العامة للدولة عشان توضح من خلالها دور الدولة بيزيد ولا بيقل. الكلام ده مطروح للبحث ومطروح لإنك تدور فيه، تجمع بيانات وتحللها وتشوف مدى تزايد أو إيه أو تراجع دور الدولة.